السلام عليكم. اليوم بغيت نبارطاجي معكم الحوايج اللي يقدروا انت كمصور فوتوغراف ولا كدير الفيديو. بزاف ديال الناس كيطيحوا في واحد المشاكل، ثلاثه ديال المشاكل اللي كيطيحوا فيهم الناس بزاف، غنحاولوا نتكلموا عليهم ان شاء الله في هذا الفيديو باش الناس يستافدوا ما يبقاش يطيحوا في هذه المشاكل. اول حاجه كتنسى واحد مثلا سافر وكينسى الشارجور ديالو في الدار وما كيكونش عنده الدوبل باتري، الدوبل باتري ولا تخوا باتري ديال لي زاباراي ديال الكاميرا راه مهمين بزاف بزاف باش ان يكون عندك ثلاثه د الباتريات ولا جوج، كتيفيت داك البلان ديال نسيت الشارجور هكا، ولا كنتي كتصور في شي بلاصه بعيده خصني نمشي حتى لتما باش نشارجي انا ما كاينش الضو. وبزاف ديال الناس كياخذوا كاميرا كيخرجوا يديروا التريب كيديروا بزاف ديال الحوايج. لي باتري زايدين راه مهمين بزاف. الحاجه الثانيه الخوت اللي غنعطيكم هي لي كارت ميموار. بعد المره واحد كيلاحظ ان كارت ميموار تسرسات ولا ما كتصورش، لي كارت ميموار كيوقعوا فيهم بزاف ديال المشاكل، عليها كنأكد انكم تاخذوا لي كارت ميموار اوريجينال كيوقعوا فيهم بزاف ديال المشاكل. تقدر انك تصور تكون لا كارت ميموار مهلسة وتتجيب البيسي وتختار تلقى كلشي بشالي، كارت ميموار مشات ولا تقدر تسكت لك في التصوير، ضروري الريزرف ديال لي كارت ميموار يكون عندك على الاقل دو كارت ميموار ويكونوا من مارك مزيانه وتكون لا كاليتي ديالهم مزيانه باش ما تطيحش في هذه المشاكل. ومن الاحسن تيفيتي كاع لي كارت ميموار لادابتاتور زائد الشاريو، هادو كرهوا في لي زاباراي فوتو كيديروا لك بزاف ديال المشاكل، ما كيبغيوش تقراو في الكاميرا وبزاف ديال البلانات. وثالث حاجه الخوت انك ضروري شوف لك كان عندك شي تريبي مهم بزاف في التصوير. بزاف ديال الناس كيمشيو كيبغيو يصوروا شي حاجه كينسى انه راه كاين غير بوحدو، دونك ما غيقدرش يصور من غير الا كان عنده تريبي. تريبي راه من بين اهم الاشياء والاولويات، هو مهم بزاف بزاف، وهذا الشيء راه غيعاونكم بزاف ان شاء الله باش انكم حاولوا هاد الحوايج ضروري يكون عندكم، يكون عندكم واحد الساك ديال الكاميرا اللي مجموع في هذا الشيء كامل باش ما تطيحوش في هاد المشاكل. وتسناونا فيديوهات جداد ان شاء الله. السلام عليكم.